كما العاده يعني كنحضروا في هذا اليوم الاممي المشهود يوم فتح ماي باش نعبروا اولا على الفرحه ديالنا بهذا اليوم، ثانيا على واحد يعني على مطالب ديالنا اللي كتبقى دائما عالقه، وحنا كنبقاو دائما مصرين يعني في انتظار التحقيق وتلبيه يعني تلبيه هذه المطالب هذه. وحنا كسائر يعني عمال يعني المغرب يعني كنعبروا بكل حراره وبكل كثافه على المواقف ديالنا جليله بواحد الطريقه حضاريه وواحد الشكل اللي هو يعني قانوني. وتحياتي. والمطالب هي كثيره وعلى راسها اولا الغازوال اللي كيشد في هذا الصباح هذا اللي كيعرف واحد ارتفاع يعني صاروخي وصل ل 10 دراهم وكتعرف التاثير ديالو على الروسيطه وعلى السائق المهني. من بين المطالب كذلك الترخيص اللي كيبقى مطلب اساسي بحكم الثقل اللي كيكون على عاتق ولا كاهل السائق المهني المستضعف، اضافه الى مجموعه من المطالب اللي احنا بحقيقه رتبناها واعطينا الاولويه اللي هو يعني كينخر في القطاع وكينخر في السائقين المهنيين المستضعفين. هذيك ملف في اطار الدراسه اللي خصتها الداخليه مع المركزيات التنسيقيه النقابات المركزيه الاكثر تمثيليه اللي هما خمسه، وهي وضعت واحد برنامج دراسي يعني كتحط مقترحات. شاركونا حتى في يعني اعطاء مقترحات ديالنا بخصوص الملفات اللي هي عالقه واللي كتاثر في القطاع بصفه مباشره.